بحث رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في الدوحة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والدوحة. وقالت الوكالة القطرية الرسمية في بيان لها أن الجانبين بحثا في اجتماع عقد بينهما العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في العراق، خصوصا بعد الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية على داعش الإرهابي، بالإضافة إلى الأوضاع في عموم المنطقة.